السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني كرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. ترتيب مجموعات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، لا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2023 بإذن الله تعالى. متابعيني الكرام، اليوم الخميس 2/6/2022 كان عندنا مباراتين. موزمبيق تعادلت أمام رواندا 1-1. خلينا نتعرف على هدف موزمبيق عن طريق اللاعب ستانلي راتيفو في الدقيقة 67، هدف رواندا عن طريق بليسي نيشيموي في الدقيقة 65. منتخب تونس فاز على منتخب غينيا الاستوائية 4-0، أحرز أهداف تونس نعيم السليتي في الدقيقة 56، سيف الدين الجزيري في الدقيقة 77، يوسف المساكني في الدقيقة 80، ويوسف المساكني في الدقيقة 85. متابعينا الكرام، الجولة بدأت أمس الأربعاء الموافق 1/6/2022. ليبيا فازت على بوتسوانا 1-0، أنجولا فازت على أفريقيا الوسطى 2-1، وغانا فازت على مدغشقر 3-0. خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات وترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، المجموعة ايه؟ المجموعة الأولى تضم نيجيريا وغينيا بيساو وسيراليون وموريشوس لسه ما لعبوش في هذه الجولة. المجموعة بي تضم بوركينا فاسو وتوجو وإسواتيني والرأس الأخضر. مجموعة سي تضم ناميبيا وبروندي والكاميرون ومنتخب كينيا، بس كينيا تم توقيفه من قبل الفيفا، أعتقد عندهم حرب أهلية أو عندهم حاجات غلط يعني، جماعات مسلحة. المجموعة دي تضم مصر وملاوي وغينيا وإثيوبيا. المجموعة اي تضم غانا في المركز الأول بعد ما لعبت مبارياتها بثلاث نقاط، أنجولا في المركز الثاني بثلاث نقاط، أفريقيا الوسطى في المركز الثالث بدون نقاط، ومدغشقر المركز الرابع والأخير بدون نقاط. المجموعة اف تضم الجزائر والنيجر وأوغندا وتنزانيا. المجموعة جي تضم مالي وغامبيا والكونغو وجنوب السودان. المجموعة اتش تضم ساحل العاج وجزر القمر وزامبيا وليسوتو. المجموعة اي تضم جمهورية الكونغو وموريتانيا والجابون والسودان. مجموعة جي العاشرة تضم تونس في المركز الاول بعد ما لعبت مبارياتها بثلاث نقاط، ليبيا في المركز الثاني بثلاث نقاط، بوتسوانا المركز الثالث بدون نقاط، وغينيا الاستواء المركز الرابع والاخير بدون نقاط. مجموعة كي ال 12 المجموعة كي كام؟ احنا قلنا المجموعة جي العاشرة. المجموعة كي ال 11 تضم المغرب وليبيريا وجنوب افريقيا ومعاه منتخب زيمبابوي وتم ايضا توقيفه من قبل الفيفا. مجموعة ال تضم موزمبيق والمركز الاول بعد ما تعادلت بهدف يعني عندها نقطة، رواندا المركز الاول ايضا بنقطة، ومعاهم السنغال ومنتخب بنين. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. تصدر الهدافين اللاعب يوسف المساكني لاعب تونس بهدفين، والمركز الثاني سيف الدين الجزيري لاعب تونس ايضا بهدف، ونعيم السليتي لاعب تونس بهدف، واكتر من لاعب بقى منهم دالا جيلسون لاعب انجولا، بيلسي تشوموي لاعب رواندا، صالح طاهر لاعب ليبيا، ستانلي راتيفو لاعب موزمبيق، محمد قدوس لاعب غانا، فيليكس افينا جيان لاعب غانا، سامويل تيلين نيلند لاعب جمهورية افريقيا الوسطى، مابالا نزولا لاعب انجولا، وعثمان بوكاري لاعب غانا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.